فين الرجاله؟ معلش معانا فقره برضو جامده جدا عن بنوته جميله بتروح جامعتها بالعجله. هنعرف هي وصلت لكده ليه وايه اللي خلاها تعمل كده في تقرير. بصوا علينا يعني هتشوف هي بتعمل كده ليه. أنا اسمي دعاء عماد نور الدين، كلية إعلام جامعة القاهرة. أخدت التجربة إني أروح الجامعة بالعجلة، فأنا كان عاجبني إن أنا أجرب حاجة زي كده، لأن أنا كنت بتعب من إن أنا أروح الجامعة بمواصلات زي مترو أو أتوبيس. فأنا كنت عايزة وسيلة تبقى ليا خاصة بيا، إن أنا يعني أروح بيها براحتي، محدش يضايقني في المترو أو الناس بتبقى زحمة كده. فأنا أخدت قرار يعني إن أروح بيها. هو في ريسك بس المميزات اكتر من العيوب. طبعا بيبقى في عربيات وناس ساعات بتخش والكلام بقى الكومنتات والحاجات دي، بس مميزاتها كل ده عادي، ما مش بيأثر بالنسبه اللي انا بستفيد بيه. يعني ان انا بروحها يعني مواصلتي خاصه بيا زي كاني راكبه عربيه بالظبط، مع فرق يعني اكيد. هو في خطر بس انا يعني بتعود. انا شايفه ان هم لو عملوا حارات للعجل ما يعني انا بالنسبه لي ممكن ما امشيش فيها، يعني امشي مع العربيات عادي.